وشجرة الملك أعلن ذلك حسام المرأة والمهر أعبر عن ذلك بالقول وبالفعل لأن تلك قناعات جلالة مدينة العيون في زيارة عمل جزء منها هو افتتاح القنصلية ولكنها أيضا زيارة عمل مباشرة في مدينة العيون. وجودنا اليوم هو لتنفيذ ما أصرت على المكالمة الهاتفية يوم 26 نوفمبر بين جلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة حمد بن منصور والتي تم إقرارها أثناء المكالمة الهاتفية. ونحن اليوم تطبيقا لتعليمات العاهلين قمنا بافتتاح هذه القنصلية. علاقات المملكتين هي علاقات خاصة ومتميزة تؤثرها علاقات ووشائج محبة سابقة بين العاهلين وعلاقات أخوة متينة بين الشعبين وعلاقات تضامن بين المملكتين. هذه العلاقات هي علاقات قائمة على الصفاء، قائمة على الإخاء، وقائمة على التضامن دائما بين البلدين. البحرين تفتتح قنصلية في مدينة العيون كثاني دولة عربية غير إفريقية تقوم بهذا. التضامن كان دائما فعليا بقدر ما تخطف البحرين إلى جانب المغرب في وحدته الترابية، بقدر ما تعليمات جلالة الملك هي أن يكون المغرب بجانب البحرين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.